السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة باتيس حنان. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون عبارة عن خبز بالزيتون. وصفة سهلة وبسيطة ورائعة في نفس الوقت. خبز كيجي أحسن من اللي كيتباع في المخبزات، مقرمش من برا وخفيف ورطب من الداخل وبدون دقيق أبيض أو محسنات. كيفما خليتكم سمعتوا هنا كيفاش كيجي مقرمش، وكتشوفوا هنا النتيجة كيفاش كيجي من الداخل خفيف ورطب. صراحة وصفة رائعة وبسيطة في نفس الوقت. لمعرفة المقادير وطريقة التحضير تابعوا معي الفيديو حتى الاخر. وإذا عجبكم محتوى القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. نبداو الوصفة على بركة الله. غادي نحتاج هنايا 500 غرام ديال الدقيق ديال الفارينة بلدية. هنا غربلتو بالغربال الرقيق، كتكون فيه غير نخالة رقيقة. عندي معلقة صغيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة زعتر مطحون، شوية الملحة. هنا الملحة كتردوا البال على حسب الزيتون واش مالح ولا لا، دائما ردوا البال مع الملحة. 4 معالق زيت الزيتون، وعندي المدافي اللي كنجمع به العجينة. هنا كنبدا نجمع العجينة، كتكون متماسكة. كندلكها بهذه الطريقة، كندلكها مزيان، وفي نفس الوقت ضروري انا كنستعمل في العجينه هذه الطريقه، كنبقى نشرب العجينه بالماء كندلك، وملي كتشرب كنزيد شويه الماء وكنكرر هذه العمليه حتى كنحصل على القوام ديال العجينه المناسب اللي كيكون خفيف ورطب. ضروري كندير هذه العمليه باش كيجيني الخبز كيجي رطب وخفيف. هذا هو القوام ديال العجينه كيف ما شفتوا معايا. ضروري اننا ندلكوها مزيان باش تعطينا نتيجه افضل. من بعد غادي نزيد لها الزيتون. هنا عندكم الاختيار، الا كان عندكم زيتون الكحل من الاحسن تستعملوه. انا هنا ما عنديش زيتون كحل، استعملت غير الزيتون الاخضر، حتى هو كيجي مزيان. كندخلو في العجينه مزيان وكنزيد شويه ديال زيت الزيتون وكنجمعها بهذه الطريقه. كنخليها في الوسط وكنغطي عليها وكنخليها حتى تخمر مزيان كيف ما كتشوفوا هنا. من بعد ما خمرت ليا مزيان العجينه، كنخرج منها الهواء اللي تكون فيها، كناخذ شويه ديال الماء. هنا عندي شويه ديال الماء، كنبقى ندهن يدي وكنقطع العجينه. ممكن تقطعوها بالطريقه اللي كتريحكم، انا هنا فقط استعملت هذه الطريقه سهله. كندهن كناخذ كره ديال العجين كندهنها بالماء وكندوزها هنايا في سميده ديال الفارينه. انا من بعد غادي نوريها لكم كيفاش دايره. ممكن تستعملوا هنا الفينو، فهي نفس بحالها بحال الفينو غير هي ديال الفارينه. كيف ما شفتوا كناخذ كنقطع العجينه كنكورها مزيان وكندهنها بالماء وكندوزها في هذا الدقيق اولا السميده. كندوزها كلها من الجهتين وكنحطها في اللاطه ديال الفران. انا هنا استعملت السميده ديال الفرينه باش فنت هاد الخبيزات. ممكن تستعملوا اللي متوفر عندكم واللي كتفضلوا، ممكن نخاله، دقيق عادي، حبوب مشكله، زنجلان، بافو، حسب اختياركم. هنا كندير الماء باش كتجيني من بعد في الطياب غادي تجيكم مقرمشه، وباش كتشد فيها السميده مزيان. هذه هي السميده ديال الفرينه بحال الفينو تماما، غير هي ديال كتشوفوا اللون ديالها ابيض لانها ديال الفرينه. وكنخلي الكرات ديال نخلي العجين كيخمر مزيان
من بعد ما كيخمر لنا العجين هنا ضروري كنعطيو الوقت الكافي للعجينه باش كتخمر في المرحله الاولى وفي المرحله الثانيه كذلك. من بعد كناخذ موس اللي كيكون ماضي اولا شفره على حسب اللي متوفر عندكم، من الاحسن الا كانت شفره، وكنفتح العجين بهذه الطريقه كيف ما شفتوا معايا. هنا كندخل شويه في العجينه باش كتحل وكيجيو الفتحات باينين من بعد ما كطيب. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل العجينه اللي عندي غير بشويه باش ما كنطيحوش الخميره. من بعد كندخلهم الفران اللي كيكون سخون وكنخليهم ياخذوا الوقت يطيبوا على خاطرهم كيف ما شفتوا هنايا. من بعد ما سخن ليا الفران كندخلهم كيف ما قلت لكم باش يجيونا مقرمشين من برا، نخليهم ياخذوا الوقت الكافي ديالهم يتحمروا على خاطرهم باش من بعد كيبقاو محافظين لنا على القرمشه ديالهم ما نزربوش عليهم في الطياب. وهذا هو الشكل النهائي ديال الخبز بالزيتون، صراحه اللي كيجي رائع، وصفه الا جربتوها ما غاديش تندموا عليها، كيجي خفيف كيف ما كتشوفوا معايا وكيف ما سمعتوا كيفاش كيجي مقرمش. غادي تشوفوا من الداخل كيفاش كيجي خفيف. هذا الشكل ديالو من الداخل، صراحه وصفه بسيطه وسهله وما كتحتاجش منها مكونات كثيره، والنتيجه كتكون رائعه احسن ما نشريوه من المخبزه. كيف ما كتشوفوا هنايا كيف ما قلت لكم باش كتجينا العجينه خفيفه خصنا نعجنوا ندلكوها مزيان ونعطيوها الوقت الكافي في التخمير باش نحصلوا على نتيجه مرضيه. بالنسبه للدقيق ممكن تستعملوا الدقيق الابيض الا بغيتوا، انا هنا استعملت الدقيق ديال الفارينه، بصراحه ما كيجي حتى فرق بين دقيق هذا الخبز بدقيق الفارينه اولا بدقيق الابيض، صراحه الوصفه رائعه. واخا دقيق الفارينه كتجي خفيفه وانا كنحضر به حتى البريوش، ممكن تحضروا بدقيق الفارينه ما كيجيش شي فرق بينه وبين الدقيق العادي. غادي ان شاء الله نحط لكم فيديو من بعد ديال البريوش بدقيق الفارينه كذلك، وغادي تشوفوا النتيجه كيفاش كتجي رائعه، وما كاينش شي فرق بين العجين بالفورس او بالفارينه. كانت هذه وصفه اليوم، الى نالت اعجابكم ما تنسوش تشاركوها مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل. شكرا على حسن المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.